طبعا اليوم بدي اخذكم جوله معانا في المعرض هونداي. شايفين هون هذا المعرض كامل، هون بعض السيارات الموجوده. طبعا عندنا هون السياره هي هونداي سوناتا. شوفوا الاسعار. طبعا هون البيس السعر 27,000، ولكن شوفوا شو بيصير معها تاكسيز و اشياء للسيارة، اكسسوارات. تخيلوا كل اشي له سعر، وفي الاخر بيطلع سعرها 37,000 دولار. فالناس اللي بتفهم في السيارات، هي الاشياء هاي اللي بتنضاف، يعني هي سعرها 27,000 مع الاضافات 37,000. هونداي سوناتا شوفها. طبعا في سيارات كتير، هاي كمان هونداي إلنترا 37,000، بتصير 44,000. شوفها. طبعا سيارات الهونداي سيارات ممتازة، أسعارهم على فكرة ممتازة. هاي الأسعار بحكي لكم عنها أسعار في الدولار الكندي، الدولار الكندي طبعا أقل من الدولار الأمريكي. 29,000 بتصير 37. هذول هون السيلز تعون المبيعات، هي صاحبنا بيشوف سيارة. معرض كبير، هذا المعرض بسموه بري يوزد، يعني اللي بعد ما الواحد ايش يكون مستعمل. طبعا هون اول ما بتيجي بيقعدوك هون، شايف هاي غرفة عشان يستقبلوك، بيختاروا لك سيلز مان او ناس عشان المبيعات. هون على الريسبشن اول ما تيجي تختار لك ناس عشان ايش مبيعات، وبيجي بفرجيك. شايفين طبعا شوفوا السيارة، هاي جينيسيس الجديدة، شكلها أجملها. سيارة فعلا رائعة، شوف الأبواب كيف كمان. إلى عشاق السيارات هاي، طبعا شايفين السيارات الرائعة. هذول طبعا أظن للشتوي، وينتر تاير. وينتر تاير في كندا هذول أشياء خصوصي، شايفين كيف بيجوا فيهم مسامات كبيرة حتى في الثلج تمشي. طبعا هنا كل المعارض بيكون. شوفوا هالسيارة محلاها، هاي الجينيسيس حقها. جميل، 66,150 دولار. شوفوا ما أجملها من الداخل، ما شاء الله. طبعا بيجي منها العادي، بيجي منها الاس يو في. طبعا هذا كله المعرض اللي هون بسموه بري يوزد، يعني بيكون مستعمل. في بارك طبعا الجهه الثانيه هناك، قطع للسيارات. وهون شايفين هذول بيدربوهم عشان يصيروا للميكانيك، للي بيشتغلوا في شركه هونداي للميكانيك. وفوق طبعا المكاتب. طبعا هذا المعرض من الخارج، شايفين هاي كل هالسيارات للبيع. شو الحلو في الموضوع، بس تيجي تشتري بيعطوك السياره تجربها. شايفين شوف هون، ها ها، شايفين هون تيجي عشان نجرب ايش السياره. طبعا كمان هاي الهونداي سانتا في، هنشوف شو سعرها. 25,450. جميلة طبعا، لونها جميل جدا. شايفين حلوة كثير هذا المعرض. شوفوا هون كمان، هون بتيجي تشرب قهوة إذا بدك ترتاح، في إنترنت، في كل شيء، في قاعدة حلوة. وهون قسم الصيانة، شايفين هون بس تيجي تفوت سيارتك يفحصوا لك إياها، يشوفوا لك إذا فيها مشكلة، بدك تصلحها، بدك بارس، بدك أي شيء.
هذا كان معرضنا اليوم. والآن وصلنا معرض هوندا، لكن شوفوا السيارة هاي. شوفوا ما أحلى السيارة. طبعا هاي بشركة هوندا. هذا كله هون السيلز، طبعا المبيعات، قسم المبيعات والسيارات في الخارج. هلا بناخذكم برا تشوفوهم. هاي كمان معرض نزورناه، طبعا هذا معرض مش مثل الشركات، المعارض الشركة هذول معارض عاديين زي ما شايفينه هون، يكون عنده سيارات معروضة. انا ليش بصور لكم من جوا؟ لانه برا كثير هواء ما راح تسمعوني. شايفين عنده سيارات 2019 2020 2021، اي شيء بتشتريهم. بس صراحة خليني احكي لكم بصراحة، الاسعار في المعارض وفي الشركات كثير غالية، في فرق كبير. فنصيحتي دائما اشتري من شخص برا المعارض، بس يكون موثوق كمان احسن لك من الامور هاي. الاسعار جدا غالية، انا متفاجئ من الاسعار هون. لكن شغل السيارات صراحة كثير ممتاز. شوفوا اللي بيفهم في السيارات كثير وبيعرف، لو يشتغل هذا الشغل بيطلع ذهب. شغل كثير ممتاز. طبعا هيك جولتنا انتهت في معارض السيارات والسيارات الموجودة في كندا. الأسعار طبعا طبيعية، الأسعار في الدولار الكندي وليس الدولار الأمريكي. أولا بعض النصائح أعطيكم إياها للناس اللي بتيجي جديد على كندا. بس تيجي جديد على كندا، أهم شيء المايل، المايز اللي هو كديش قاطعة. يعني حاول تكون تحت 100,000 كيلومتر، تحت يعني 90. كل ما كانت أقل كل ما كانت أفضل السيارة. طبعا هذا لا يعني أنك تفحصها، كمان تعمل شيء اسمه inspection، تفحص السيارة إذا كويسة أو لا قبل ما تشتريها. وأنا بنصيحتي كمان تشتري من شخص موثوق أو عن طريق الماركت بليس أو طريق إشي أحسن من المعارض. المعارض شوي أسعارهم مش شوي صراحة كثير غالية. أنا اليوم اكتشفته إن الأسعار كثير غالية، فأنا بنصحكم تشتروا من أشخاص معينين أو يكونوا موثوقين. هاي أهم النصايح. وأهم شيء يعني تفحص السيارة قبل كل شيء، افحص الماتور، افحص الجير. وبعض النصايح كمان للناس اللي بتاخذ من كندا سيارات للدول العربية، انتبهوا من موضوع الصدأ الموجود تحت السيارات. هذا موضوع جدا مهم، لأنه هون السيارات كثير ثلج، وأنا اللي سمعته كمان إنه بيبعثوا السيارات للدول العربية. فانتبهوا لما تشتروا من السيارات من كندا إنها تكون موثوقة وتكون من ناس موثوقين، لأنه هون أغلب المناطق كلها باردة، وحسب ما أتوقع إنه السيارات كلها من تحت صدأ موجودة في كندا. فانتبهوا من هذا الموضوع كمان للناس اللي خارج كندا. وبالتوفيق لكم حبايبي، اهم شيء تفحصوا السياره، وان شاء الله تكون اموركم كلها ممتازه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اتمنى انكم تتابعوني على طول وتشتركوا في القناه. ارجوكم كل حدا بيشوف الفيديو يشترك في القناه حتى يوصلكم كل جديد من كندا. بحبكم كثير، ودائما في فيديو جديد من كندا. بامان الله بنشوفكم على قريب فيديو جديد. مع السلامه.